أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة نحو تهيئة البنية التحتية والرقمية في مدنها القائمة والمستقبلية لتواكب أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التحول إلى مدن ذكية ومستدامة تراعي معايير جودة الحياة. جاء ذلك لدى تفضل لمعاليه بافتتاح أعمال قمة البحرين للمدن الذكية 2024 التي تنظمها وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع شركة سمارت وي للاستثمارات، وذلك تحت شعار التقدم في مسيرة التطوير عبر الذكاء الاصطناعي. أوضح معاليه أنه وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لوضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، فإن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026 بوصفه قطاعا واعدا تأتي في هذا الإطار الهادف إلى توفير بنية تحتية متطورة ذات مستوى عالمي، بما ينعكس إيجابا على الجهود المبذولة لتكريس مفهوم المدن الذكية محليا عبر تزويدها بما يلزم من تقنيات تحقق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد بيئيا واقتصاديا. لفت معالي في هذا السياق إلى أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية قد كلفت وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع استراتيجية شاملة لوضع وتطبيق مقاييس المدن الذكية ومواصفاتها. كما أشار معالي بهذه المناسبة إلى أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة بما تتماشى مع موضوعاتها مع آخر المستجدات، تعزيزا لمكانة المملكة كمركز للمدن الذكية على مستوى المنطقة والعالم العربي، وتوفير منصة لتبادل الخبرات في مجال المدن الذكية، علاوة على تسليط الضوء على التجارب المحلية الناجحة محليا ودوليا. أعرب معالي عن شكره وتقديره لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة ومنتسبي الوزارة وجميع القائمين على هذا المؤتمر. من جانبه أعرب سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن جزيل شكره وامتنانه لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح أعمال قمة البحرين للمدن الذكية 2024. ذكر الوزير أن هذه القمة تكتسب أهمية بالغة كونها تندرج ضمن المؤتمرات المتخصصة التي تحتضنها البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول إلى المدن الذكية. أشار سعادته إلى ما سوف تتيحه الجلسات النقاشية من فرص للتعرف على كيفية الاستفادة من دمج التجارب الناجحة على المستوى العالمي مع المبادرات والدراسات القائمة في المستوى. بعد تفضل معاليه بتكريم الجهات الراعية للمؤتمر وتكريم الجهات الحكومية والخاصة الفائزة بجوائز القمة نظير المشروعات القيمة التي قدمتها والتي تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المدن الذكية. ثم تفضل معاليه بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يضم أكثر من 10 أجنحة لجهات المشاركة في القمة من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص.
خبرات محلية وعالمية تلتقي في البحرين لتقدم خلاصة خبراتها في مجال المدن الذكية المستدامة، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والتي تستمر على مدار يومين، يقدم فيها المتحدثون التجارب الناجحة على المستوى المحلي والعالمي في هذا المجال. القمة التي تقام في نسختها السابعة تهدف إلى استدامة المدن بطريقة ذكية في مملكة البحرين واستكشاف أفضل المبادرات والحلول لاستدامة المدن. العالم يتسارع نحو مدن ذكية أكثر استدامة. القمة في نسختها السابعة تهدف إلى الاطلاع على أفضل ما توصلت إليه التجارب والممارسات سواء المحلية أو العالمية. مملكة البحرين ولله الحمد بفضل التوجيهات السامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، قطعت شوط كبير في مجال البنية التحتية للمدن الذكية المستدامة. في البنية التحتية في مملكة البحرين يقع على عاتقنا ضمان وجود جميع الخطوط والوصلات لهذه الخدمات المتقدمة، والآن ننظر إلى الخدمات الأخرى اللي ممكن نقدمها من هذه الخدمات، الذكاء الاصطناعي، خدمات التواصل داخل المدن، الروبوتات، مد الكاميرات بالتوصيلات وشتى أنواع الوسائل الحديثة للتواصل. فنأمل من خلال هذا المؤتمر نحن نطلع على أفضل ما وصل إليه الآخرون ونقدم بعض الخبرة اللي عندنا إن شاء الله. أفكار متميزة وخلاقة قدمتها مؤسسات بحرينية تعمل بشكل متواصل ودؤوب على الابتكار في مجال المدن الذكية. كان عندنا مشروع رائد فاز بجائزة المؤتمر. المشروع هو عبارة عن بناء شبكة ذكية للاتصالات تحكم في الشبكة عن بعد، وتم من خلالها بناء شبكة حديثة للاتصالات تعتمد على البرايفت LTE، وهي معتبرة الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط للتحكم. بالنسبة لنا الاستدامة الاجتماعية شيء مهم جدا في ديار محرق، مثل ما يعني أي شخص بيزور ديار محرق بيلاحظ أن وجود الخدمات اللي تصاحب المشاريع السكنية موجودة ومتوفرة وعلى مسافة قريبة، وهذه يسهل الحياة الاجتماعية اليومية. وإحنا بالنسبة لنا هذا شيء جدا مهم أنه يضيف لنا الكثير حق المشروع المتكامل والمخطط العام، وإن شاء الله يعني هذه خدمات نقدمها أكثر. تعاون في سبل المدن الذكية والطرق اللي تعامل بها، وكيف أيضا استفادة من تجارب مختلفة من كل جهات، واللي تجارب اللي احنا عملناها في أيضا في سلطنة عمان. كما تعلمون أنه الحين الجميع الاتجاه اللي أنه الاستغناء عن الوقود الحفري وتوجه حل الصفري. قمة البحرين للمدن الذكية تعد فرصة مهمة لذوي الخبرة والاختصاص لعرض أفكارهم وخلاصة تجاربهم الناجحة في بناء مدن متقدمة ومتطورة، بالإضافة إلى التعرف على أحدث الحلول والتطبيقات حول المبادرات والأنظمة الذكية التي تم اعتمادها في المشاريع الجديدة. نخبة من المتخصصين في مجال المدن الذكية يجتمعون في البحرين ليطرحوا خلاصة تجاربهم في هذا المجال وتسليط الضوء على أحدث التطورات والحلول المبتكرة في قطاع تكنولوجيا المدن الذكية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.